حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة في هذا اليوم أحببت أن أتذكر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم الذي نصر النبي وصدقه في كل ما يقول. كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن نصره وكان صاحبه في الغار وذكره القرآن. طبعا هنا بعض الناس يقول إن أبا بكر ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هؤلاء يستخدمون تفكير غير منطقي. رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمضى 23 سنة مع النبي، وبعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى أصبح خليفة للمسلمين. طيب ما الذي يريده؟ وعندما مات لم يورث درهما ولا دينارا، ما هي الأملاك التي كانت لدى سيدنا أبي بكر؟ السؤال، افتحوا كتب التاريخ حتى الضعيفة والموضوعة، هل كان يعيش في قصر؟ أنا أعلم أن الذي يطمع في الخلافة أو الرئاسة أو الحكم أولا يظلم الناس إذا لم يكن عادلا، طبعا يضطر أن يسرق، تجد لديه القصور، كل الأباطرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الفرس والروم والملوك والحكام كان لديهم القصور ولديهم الجيوش ولديهم الأموال والذهب، مثل فرعون وقارون وكذا. طيب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعيش في نفس بيته قبل الخلافة وبعد الخلافة. أنا الآن أيها الأحبة سآتي بدليل من القرآن يثبت أن أبا بكر مات مؤمنا وأن الله معه، من القرآن العظيم. إذا فتحنا القرآن أيها الأحبة وبحثنا عن معية الله، يعني الله مع من؟ مثال، الله يقول إن الله مع الصابرين، كل إنسان صابر الله معه، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع المتقين مع المؤمنين. دائما نجد صفات عالية لمن هم في معية الله سبحانه وتعالى. في الغار خاف سيدنا أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبته، فحزن ويعني خاف على النبي وغشاه الحزن بسبب أن هذه الدعوة ربما تنتهي، ربما تفشل، ربما أحد يأتي في الغار يلحق بالنبي ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا قال النبي لسيدنا أبي بكر؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر كانوا في الغار، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ماذا؟ إن الله معنا. سبحان الله، هذه عبارة خطيرة جدا أيها الأحبة. لماذا؟ لأنها لم تتكرر في القرآن إلا مع المتقين والمؤمنين والصابرين والمحسنين. لا يمكن أن, 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 أن الله يذكر أنه مع كافر أو مرتد أو منافق، حاشا لله، وهو الذي يعلم الغيب. إن الله مع الصابرين، قال له لا تحزن إن الله معنا. في قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما أدركهم فرعون، أمامهم البحر ومن ورائهم فرعون، ماذا قال لهم؟ هذه دقة القرآن أيها الأحبة.
الله عز وجل يعلم أنهم سيرتدون بعد سيدنا موسى حتى في حياته، ويعلم أنهم سيعبدون العجل، وفيما بعد سيقتلون الأنبياء وسيكفرون بالله وسيستكبرون في الأرض. لذلك ماذا قال لهم سيدنا موسى عندما قال أصحاب موسى إنا لمدركون؟ قال كلا إن معنا الله، لا، قال إن معي أنا، إن معي ربي سيهدين. طب لماذا لم يقل إن معنا الله؟ ولذلك فإن بني إسرائيل عندما ارتدوا في حياة سيدنا موسى وعبدوا العجل، لا يمكن أن الله تعالى يقول عنهم أن الله معهم، لأن الله لا يمكن أن يكون مع مرتد، مع قاتل أنبياء، مع عابد عجل. لذلك هنا أيها الأحبة في القرآن لدينا موضعين فقط، إن الله معنا وكلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي، لأن الله يعلم أنهم سيعبدون العجل. بينما في قصة سيدنا أبي بكر عندما كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ الله يعلم أنه سيكون مؤمنا وسيبقى على الإيمان وسيموت على الإيمان، لذلك قال لا تحزن إن الله معنا. وبالتالي أيها الأحبة، هذا إثبات مادي ملموس من القرآن على كذب جميع الروايات التي تقول إن أبا بكر ارتد أو خالف أمر النبي أو كان طامعا في الخلافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.